باشا دي هو انا بس مش عارف الزملاء عارفينه ولا لا، يعني انا برضو ما عرفتش بالصدفة انه في دول بالترتيب كده، الصين ثم روسيا ثم اليابان، عندهم احتياطيات نقدية ملهاش مكان في بنوك العالم خالص. يعني الفلوس دي ما ينفعش تتحط في بنوك، فبيبتدوا يعملوا بيها ايه؟ الاستثمارات اللي حضراتكم شايفينها اللي هو لازم يعملها، يعني لازم يعمل الاستثمار ده لانه الفلوس دي هتفضل موجوده ملهاش اي عوائد وحتى ما يقدرش يشيلها، فبيعمل دخل بيها افريقيا. الصينيين دخلوا افريقيا بياخدوا تلت بترولهم من افريقيا، فبالتالي ابتدوا واجهوا صعوبات لما جم يدخلوا مصر، وده انا كنت حاضره في عام 2006 مع الرئيس مبارك، وده مش سر اللي انا بقوله انه لما جم يدخلوا مصر واجهوا صعوبات يعني جامه للغايه، واجهوها من بالتحديد من رجال الاعمال، لانه ما كانش مصلحه رجال الاعمال في التوقيت ده انه الصينيين يدخلوا. فعايز اقول ايه؟ ان الفلوس دي ما هياش يعني مش بيمنوا علينا، لا خالص، هم بيعملوا ده لمصالحهم في المقام الاول، وبعد كده هيستفيدوا ايه؟ ده بيبقى عندهم جداول وخطط بتبقى 10 سنين 20 50 سنه، يعني هم بيحطوا خطط ل 50 سنه قدام، العائد يبقى بعد 50 سنه، احنا ما نعرفش نعمل ده. مفيش في امكاننا ان احنا نعمل ده. فده للايضاح فقط ليس اكثر يعني.